نعم سجا، نعم غصون، صباح الخير، صباح السعادة، صباح المحبة عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. حياكم الله اليوم في الميدان، من الميدان. واحد من يسأل يقول الميدان، ساحة الميدان وين؟ مكان هذا الميدان وين؟ قريب لي شارع مهم بالنسبة لبغداد، وشارع ثقافي فني حضاري، شارع المتنبي بالاتجاه الأيمن. اليوم بهذا المكان وأيضا باليسار راح تكون هي مدينة الطب وباب معظم. يعني من تقعد بهذه المناطق الشعبية، من توصل لهذه المناطق تشوف الناس بيها وحالهم، شوف شو يبيعون شو يشترون، اللي عمره كبير حياك الله عمي يبتسم ويضحك لهذه الحياة البسيطة اللي عايشها. وبيهم من يشتغل بالهاتف النقال، بيهم من يشتغل بالأحذية والأقمشة ولا غيره من الموضوعات اللي يقدر عليها يشتغل. منطقة تراثية قديمة، راح أسولف وياهم بطبيعتهم، طبيعة الناس اللي توصل. ممكن هاي الناس مو كلها هنا ساكنة، مو كلها هنا عايشة بهذه المنطقة، لكن يجون هذه المنطقة يحبوها، اللي بطفولته هنا خلصها واللي شغله هنا ويشتغل على بابا. زميلي انطيني بالله صورة حيدر عامة عن حركة الناس اللي موجودة اليوم بالميدان وطبيعة العمل بيها، واحنا ما راح نسولف في طريقة الناس وعفويتهم ووضحهم. طبعا انا قعدت هنا بالمكان هذا تحديدا، كان المخرج يقول لي يلا مستعجلين، فقعدت اضطراري في هذا المكان حتى الحج هنا تفاجئ انه قاعد. شلونك عمي؟ الله يسلمك ابو خليل، والله بخير الحمد لله. قاعده مناطق شعبيه وحلوه، كبار السن يقعدون بيها، الشباب بيع وشراء بيها، كبير وصغير يوصلها. اي طبعا شعبيه وبيها بيع وشراء كل شيء، يعني موبايلات، غراض، كهربائيات، قهاوي، مطاعم، ماي، يعني منتشره، فدائما ملتقانا بهاي المكان. اسالك عن وضع الخدمات، اذا انت يعني كنت من المنطقه او خارج المنطقه. خدمات من اي ناحيه يعني؟ خدمات مثلا البلديه، مثلا موجوده البلديه ومية سياره تجي من هنا، اي باصات مصلحه، كيات، هذا يعني متوفره كل شيء. المنطقه قديمه و يعني يحتاج لها، مثلا مجاريها مثلا بالشتاء شلون اوضعها؟ تصير بها فيضانات لو لا مصير زينه؟ اي بها مجاريات وهذا هذه على القديمه. اي على القديمه، وحاليا هي زينه، بس اكو مناطق يعني هاي الاثريه اللي هنا قسم واقعه بعد ما مسوينها وقسم مسوينها. مات بغداد هي عليها هذا الموضوع الثقافي والفني، هاي الصرح الحضاري الموجود عندنا. اي طبعا هم من اي المفروض اشتغلوا لي غاد حيدر خان، ما حيدر خان من الجامع اشتغلوا بعد اللي هنا ما واصلين يعني. بس اكو شغل فيه. اي حركاتك مستمرة بي. اي انا موظف من بالانواع الجوية. بالانواع الجوية المطار. حياك الله. الله يسلمك. يعني لحد الان مستمر؟ اي مستمر حاليا. اي شلون شغل المطار؟ والله زين الحمد لله، شغلهم اوكي وهذا، نعطي الاجواء درجات الحرارة. اي صورة مستمرة، يعني اتصال على كل الإذاعات، لأن يعني عندنا ولد محمود هو المنتدب الجوي، ينطي أحداثيات كلها، ودائما يروح الإذاعات الشرقية والعراقية والرشيد والهذا. احنا بصراحة يعني الحر، هذا الأجواء الحارة تأثر على وضع الطيران، يعني وضع المسافر؟ لا متوفرين لهم يعني تبريد من الصالة للطيارة النقل هذا. اي يعني ما وزيرنا ما يتابع الموضوع بصوره مستمره. ميدانين يجي؟ اي مستمر يجي المطار. اي تابع. اذا عندكم ملاحظات توصلونها بطريقتكم شلون؟ من خلال مديركم مثلا، من خلال كتب رسميه؟ منتدب جوي داخل المطار برج، يعطي الاحداثيات وتسجل باسم مدير عمالنا علي صاحب البهادلي. حياتي وسلامه لك. الله يسلمك، الله يخليك، ممنون، شكرا. شلونك عمي؟ هلا عمي، هلا بيك، حياك الله. تفضل. قعدتك هنا قعده يوميه هاي لو نشرب شاي واجي واروح؟ هاي يوميه؟ هاي لا هسه جد هسه زرب صدف. اي حاره. اي
أنا بيك للشرب بيك وبيابك. السلام عليكم. ها؟ أبو شاي بارد علي. تسلم تسلم. الله يبارك فيك ويحفظك. خلي نط صورة زميلي نط صورة بالله عامة. شلونك حبيب؟ شو أخبار قلبك؟ شو صحتك؟ الله زين. رحم الله والديك. أشكرك وأشكر قناتكم هاي. بس هاي يعني إلى متى إحنا الشعب نعاني؟ أنا هسه مريض. أما عندي شيء شهاداتين أمي وأبوي. فوق أنا متقاعد ودق الصور راتبي. يقول لي أنت تبقى الدولة، أنا أبقى الدولة. أقول لك هم أهل الرعاية مو حسبوا لي راتب من الرعاية لأن عندي عوق، والعوق مالتي ما علاج هنا إلا برا خارج العراق. من زمن صدام لحد الآن. وخلوني ودق الصور راتبي ويعطوني راتب بالشهر 100. زين؟ تبقى الدولة. زين أنا طلعت بال 2008 وما حسبوا لي من 2004 لأن عندي إصابة. علاج برا خارج قطر. زين انا شو اسوي؟ هاي اجيب بيها دول يحسبوا لي الراتب بالشهر ثلاث شهور 90,000 يحسبوا لي. هسه طلعوا علي غرامه 8 ملايين ونص ويقصون من 2014 لحد الان. انا ما ساده وانا عراقي وقاعد الملايين اللي اخذوها منك. اي لحد الان يقول ما وصلنا الصكوك، لعد وين تروح؟ يعني هاي ما تعرفوا يعني هاي دولة لو يلعبون قمار. مجلس النواب شايل ايده، هم عليهم اللغف والهاي يقطعون من الشعب، الشعب فقير. يعني هاي الى متى هي؟ زين هاي يعني هاي وصولات رسمية انت يقصون منك؟ اي والله هاي من 2014 هاي كتب عندك؟ اي عندي كتب باوعها لحد الان. يعني هاي والأستاذ عادل عبد المهدي حتى أخوته يعرفوني فتاح ونجاح. يعني أنا لا باي أقول له هاي وأنا كنت موظف. زين هاي الكتب يعني هاي واصلتك من دائرة حكومية. زين هاي الوصولات أوراق يقول لي تبقى الدولة يا ولد. شو بقى الدولة قبل موظف شلون طالع تقاعد؟ هاك واو إي رحم الله والديك. هيئة من 2014 هيئة الرعاية زين او الحماية الاجتماعية. هذا ابو التقاعد يقول لي كلها والله حيدر تعال لهنا. زين وهاي هاي مستقطعين يعني من 2017 او من 2016. هذه وصولات. زين هذه الوصولات هاي مكتوبه شلون يقولوا لك ما واصله؟ يقول ما واصله يعني شنو يعني؟ يقول لي انت غير جبان شعلة غير هي الدوله قاعده تقطع. زين انا الى متى؟ اي رحم الله والديك. يعني وهسه شوي انتظرني هسه نخابر عليها. انتظرني بالله انتظرني حبيبي. السلام عليكم شلونك عمي؟ قواك الله. شلونكم زينين؟ مرتاحين ان شاء الله؟ ها؟ شلونك حبيبي؟ حجي انت اشرت لي مرتين ثلاثه بس انا كنت ملتهي. والله صحيح اشرت لك لان قناتكم قناه شريفه. الحمد لله. قناه مواطن صحيح. الحمد لله. اللي سمعت الخبر قبل يومين اكو واحد بالبرلمان يقول شارع الرشيد المفروض يتغير. ليش يتغير؟ اسمه شارع الرشيد لان الرشيد. زين. وهاي يعني هذا الامانه مسؤوله على هذا التفاصيل. انت منو؟ قل له انت منو وانت شنو والقصه على الشارع؟ انت منين اجيت؟ انت حثاله. بريمر قال الحثاله دزيناهم لهنا يحكمون. انت جزء من الحثاله. انت الرشيد شو وصل للرشيد؟ الرشيد اللي كان يحاكي الغيم هذا حكم الرشيد. هذا هارون الرشيد. يعرف هو منو هارون الرشيد؟ وين كان؟ يدري بيه؟ الاهتمام بالشارع هسه موجود يعني لهالدرجه ان هاي الاهتمام مالهم. هذا الاهتمام؟ اي هاي العمايم مالتهم. حيدر انطيني بالله حيدر انطيني على هذا. المفروض امانة بغداد يعني والله مصيبة يعني هسه خاف واحد يسولف. هذا الرشيد هذا اللي كان منو يتذكر هالتفاصيل؟ اجدادنا. انا ابن المنطقة بس اجدادنا هنا انا موجودين كانوا هنا. اجى عبد الباسط عبد الصمد في العراق ب 1938 هنا. هاي قاعة كانت؟ ام كلثوم جت هنا بال 34 هنا. هنا اوكي يعني هاي غنت ام كلثوم هناك مرتين اجت. غنت هناك؟ غنت بالركن. عبد الباسط جا مو فات ملكة عالية.
هنا وفاته اجى. يعني هسه الامانه من يشوفون هاي اي مسؤول مو بس الامانه اللي يشوف هيك منظر والله متقصدين، والله العظيم متقصدين، كلهم يفوتون منا يعني يروحون لوين؟ اي للمتنبي. زين هاي الجمعه المتنبي بس يوصلون الجمعه كلهم يجون، كلهم يروحون بالخفيه يجون هنا ويشوفون شكو ماكو ويدرون ويتناسون. منو شفت عم مر مناه؟ والله عادل عبد المهدي من شارع الصباط مال وزاره الدفاع، فات اي منه انا حتى اشرب شاي هنا بالليل. زين شاف هذا بعد؟ ما باوع حقابين، ما شاف التراث هذا، ما شاف هاي العالم، ما شاف حتى المناطق التعبانه، منطقتنا الحيدر خان منطقه تعبانه. منطقتنا لا مجاري لا كهرباء لا شيء، حتى عوائلهم تدمرت تدمير كامل، حتى ترى يقول ما يتغدون. انت طب هنا شوف تحت الفقر هنا. انا احكي لك من هاي المحله. هاي نص بغداد. محلتي 112، هاي محلتي يعني 112. منطقة تحت الفقر منطقتنا هنا. تحت الفقر الحيدر خان. كانت هي بغداد. هي الخضراء كانت هنا، هي ودادة حسن باشا. كانت الوزارات تقعد هنا. زين هاي القسله ما قسله، شلون هسه قاعدين بالخضراء؟ هاي شلون هي الخضراء؟ زين هنا كان بيت ناظم الغزالي، بيت عيف اسكندر، بيت يوسف عمر. الطب هنا تلقى المجاري مالتهم هنا. انا بالمنطقه احكي لك. زين طب هنا شوف الوضعيه التعبانه هنا. حتى اذا قاموا يقصون بالبيوت الخرائب يسوون مخازن بحيث يعني حتى يسوون على يطمرون يعني هالتراث هذا. وانا بس فلشت البيوت. ها؟ فلشت البيوت يعني ما عليه دام المفروض يعني مديريه التراث البغدادي يعني تقوم بانشاء هاي البيوت اللي موجوده 1837 ميلادي اكو بيوت هنا. بيتاج يعني من الطبيه ماكو استغرفات كلها تجاوزوا عليها وقصوها واخذوها واهاليتهم كلهم بالخارج واحفادهم هنا والوضع هذا انت تعرفه بعد شيء مخطط ومرسوم متقصديها الشغله متقصديها الشغله لا تهادي ولا ابد لا تقول ايام زمان بوقت الله يرحمه عبد الكريم قاسم كنا نتمشى نجي ونوقف قبال وزاره الدفاع قبال الوزارة وزارة الدفاع اللي هسه نائب بالبرلمان حمايته ما ادري قد كم سيارة يطلعون وياه عبد الكريم قاسم كنا ننتظر بباب وزارة الدفاع يلا يلا حتى يطلع ونشوفه ونصفق له وهو يضحك ويسلم علينا سيارة واحدة كانت هو والسائق لو يجي حماية مرات يطلع وياه حماية واحد مرات يجي هنا عدة مرات أنا شايفه يما شربة زبالة ياكل جبن. أي. عبد الكريم قاسم اللي خلصنا من العبودية. أنا شاكر فضلكم عمي وهذه الذكريات الحلوة. في الفقر اكو. بالنسبة احنا لا رعاية عندنا، لا تقاعد عندنا، لا ضمان عندنا. أنا عمري 65 سنة أروح للرعاية اللي هناك اكو حيتان هناك يقول لك أعطينا هالقد مبلغ نمشي لك رعاية. زين أنا عمري 65 سنة. ساموك بالوزاره؟ دول من يوم الارض حاكيه زين يعني هاي وضعيتنا احنا شو يقول لك والله؟ يقول اعطيني مبلغ هالقد يعني تقريبا ايش قد يوصل يعني بال 10 15 ورقه يقول لي انا عندي 10 15 ورقه اخذ لي فت سبب وتعيش هنا مو قاعدين بيت خرايب احنا زين يعني والله احنا بعد بشكل مباشر هم تقدر تنقلها احنا بشكل مباشر ورده اسولف لك انا بشكل مباشر بعد الحكي يعني صار مثل ما يقول فشق يعني حي يعني طق بطق بعد هي واضحه بس انت صحفي انت صحفي علينا النقله بس تسمح لي انت صحفي كالعسكري دي قاتل هذا شرف انت العسكري بيده بندقيه دي قاتل انت بيدك هاي بندقيه تقاتل بها يعني انت تنقل معاناتني اني والاخ 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 يعني سخيرنا قاعدين هنا يمكن ما رعايه ما عنده كل هاي سلسله طلع لي واحد عنده رعاية خلي يروح الباب الرعاية ياخذ من عنده فلوس يلا يسوي له معاملة أنا بسمع عن كلامي سلام وسع صح أي. أنا شاكر فضلك ممنون حياتي وسلام لكم أشوفكم بخير إن شاء الله الله يساعدك أبو صمون شلونك شو أخبارك تعال وراي شغل والله قواك الله حبيبي قوا حيلك زين هاي بس هنا بالمنطقة إي شلون شغلك بس لا تصور بالسلامة بالسلامة حبيبي بالسلامة يا طيب بالسلامة يا حبيبي. السلام عليكم. ها حياك الله. شلونك حبيبي؟ عمراتي والله احنا ناس كم عوقة وسقطت
راتب اي والله ما عندي يعني. انا ليش ما عندك راتب؟ والله يعني انا اشوف عندي صديقتين معوق هاي معوق احنا ما عندنا راتب. راتب يروح منه ويجي منه ايش ماكو رجعت يعني انا رجعت يعني راتب كله راح يعني ماكو رجعت 30 مره. انت شو اسمك احمد ابو شهاب؟ انت جاي تستلم راتب من الرعايه من وزاره العمل لو ما تستلم؟ تستلم هسه ماكو وقف. ايش صار لك؟ صار لي شهر. شهر ماكو؟ اي والله. اها. ما ادري احد، امي ماتت. شنو هنا شغلك هسه؟ والله قاعد بالقهوه فوجي روح بيتنا مات روح بيتكم. انا بالعلاوي. اي والله. تجي لهنا؟ اجي هنا السوق هذا كله كيف تعرفني؟ انت ظن والله شوي اعطينا حتى تعطيني اسمك الثلاثي. شلونك عمي؟ بالاستاذ بارك يا حبيبي الله يبيه. الله يحفظك الله يسلمك الله يسلمك الحين ان شاء الله. يا نحكي عن المعاناة. والله هي معاناة المنطقة اعطيني اياها. اذا انت من المنطقة او دائما هو هي منطقة كل منطقة بها معاناة. مو يعني هذا اسالك انت شنو رايك بالحكومة بالخدمات مالتها؟ اكو خدمات؟ لحد الان ما شافت. مو صحيح؟ مو صحيح؟ يعني قد حكينا بالسومرية وبالشرقية وكل حكينا بيها ما بدي يفيد الحكي. حكومة ما عندها احساس، ما بدي احس بالبشر، ما عاد يعني شعب عراقي ما ابالك بشر عندهم. شلون واحد جاي صخرة علينا جايبيهم؟ مو بس لهم هو حد يسولف. اذا سولفت وسولفوا بالحق. نعم. يقول لك انت انتخبت وجبت هاي الناس وصارت بعد هي هاي يعني صار امر واقع يعني. زين احنا شنو انتخبنا؟ المرجعيه قالت انتخبوا. المرجعيه وينهم؟ شنو شغل المرجعيه؟ بس اللي فلوس مال الميلاد يضربوها مال الائمه؟ فديوم سووا فشيل الحكومه صار الحكومه طو قالوا الشعب ترى تعبان كهرباء ماكو. هاي كل سنه الكهرباء معاناتنا احنا كل صيف ايش معاناتنا؟ مو الماي ما ينشرب يعني. احنا بك صدام حسين 36 دوله ضربتنا مو ما نشرب من بوري. من بوري نشرب ماي؟ ما يشرب ماكو بطاله كلها من بوري. مو ما فكرين لا. مو صحيح 36 دوله ضربتنا. فلوس مال طبع بنا بها جسور وحماير وطرق سريعه. فلوس طبع بالشمال ما تمشي. مو صحيح. حصه غذائيه كامله تجيك المواطن قام يبيع من عندها. مو صحيح. واحنا بحاله حرب. مو بس شو لا حاله حرب. فلوس سويسريه مو مليارات الميرات. كان قبل يمكن 3-4% من النفط هسه 100%. والشعب جوعان رواتب ماكو. يوميا مسوين فد فيلم عليهم عيب يعني. يعني الحكومه خلي شويه تستحي يعني. انا اكو اذاعه كل اذاعه يحشي على الحكومه من الطفل الكبير يحشي على الحكومه يعني. معقول ما عندهم احساس؟ يطلع الزاملي والصياد على الفرات واحد يقول يا اخي انت بقيت اخوك باقي القد واحد يقول صدنا منبوذين قام عم تحكي علينا برا. مو يعني زين شلون يحترموا بعض؟ شلون يحترموا؟ بس الشعب جبان. شعب لو بيه خير ما بقيت حكومه. صح ولا غلط؟ اذا الشعب اراد حياته لابد ان يستجيب القدر. مو الشعب ما بيه خير. لو بيه خير ما يبقيتش بالذله. هاي الذله زين. مليارات قاعد يبوقون. هاي القروض قاعد ياخذوا قروض من الدول 20 مليون 30 مليار يسوون خدمات. وين الخدمات؟ هاي الخدمات؟ هاي الخدمات خلي يصور المصور. هذا التراث؟ هذا التراث مال بغداد الساعة 9 يوقع الشتاء يوقع هذا. يوقع الناس هذا. مو؟ خلي يستحون ما يستحون عيب عليهم. قدم لي كلش قرب لي اياها حتى تكون واضحة للناس يعني. عيب. قرب لي اياها. قرب لي اياها بعد. كل ما تقرب يعني ها حبيبي؟ اريد اعرف هاي المليارات وين تروح يعني؟ هاي شوف هاي يقولون هاي تراثيه. هي تراثيه غير يسوونها من جديد. حكي ما دين فيه يعني. اسمح لي انتوا قاعد توصلون انتوا الاذاعات اللي قاعد تسوي شيء للعالم قاعد هذا انتوا خدمين للبشر. مو انتوا واجبكم واذاعتكم اذاعات برمجه مو للشعب من مصر. بس ما في الحكومه ما قاعد تحس بالشعب معانات الشعب. ونسولف ويا الناس ونسولف وياهم ونسولف سوالف عرب. على بالتاكسي خلي بتجي على بالتاكسي. النقابات واقفه بالشوارع ياخذون عندهم جبايه. ما جبايه هو التاكسي شنو تاخذ منه جبايه؟ ياخذ منه مال ما جبايه شارع مو شنو؟ زين هاي المواصلات القطارات الجراجات هاي المواصلات كلها قاعد فلوس قاعد تلفعها. تجون على بالتاكسي اللي يومي 20 ما يطلع مو؟ نيالي اللي طلع 20 اقول لك مو زين. هاي الخصوص اللي قاعد تشتغل بالشارع ديت على بالتاكسي
مو ما يصير المرور وين المرور؟ باقي صدام ابو الخصي قام يشتغل باقي صدام الخصي قام يشتغل ابو التاكسي اشتكى عليهم سووا طلع مفارز استخبارات بالداخليه وقفوا ابو التاكسي يقول له تروح لفلان مكان قال له يساعد وياه قبل الحجز يحجزه والله لو يوقفوا يساعد وياه واحد قال له قرابه قال له اي قرابه شو اسمك؟ اذا ما اعرف اسمه ياخذ قبل الحجز ما حد قام يشتغل خصوصي بالشارع هسه ما يصير يعني ما يصير فوقها النقابة وكلها فوقها المرور الضربة ما يصير عيب ندعي من أهلك موفقية إن شاء الله الله يحفظك ويسلمك استاذ الله يطول عمرك الله يبارك بيك السلام عليكم شكرا لكم تفضل زين احنا هم هذول صار 16 سنة شفنا منهم كل شيء ما شفنا قبل شوي الحج 16 سنة هسه هم شفنا منهم احنا نطلع من الصبح نجي الظهر على 35 إلى 10,000 دينار ليش ما حد يقلم تقاعد شيء هاي ابسط شيء راتب من رعايه مقدمه صارت 12 سنه مقدمين 12 سنه يعني انت من مقدم 12 سنه كل ايش قد تروح كل شهر اروح لهم كل شهر والله كل شو اسوي لعد من يعطيك اخوك اقرب ناس ما يعطيك ما حد يعطيك ما مستحقه والله مستحقه تطلع يطلعون على العالم والله ما مستحقه يا ابو الناس مرضى يعطونا حنا حال العالم مش قد يصير مني ولكو ماكو اقول له مقدمة مع السلامة ماكو اصلا تروح تروحهم هات على باكر هات على باكر يومين على باكر ما تقول له منو بالله هنا يمكم مستحق انه والله اني زارع كله سوى عمليه ما زرع كله صار لي من 2016 مقدم على الرعايه وانا مستحق وصاحب عائله وقاعد ايجار والدواء اشتريه من برا يعني انا اولى من العالم هاي اللي قاعد استفادها وقاعد تاخذ فلوس يعني راتب قاعد تاخذ وما محتاجته وانا محتاج هذا الشيء لان انا رجال مريض واحد يسمعك يقول منو هذا اللي يستلم راتب شنو عنده والله هوايه شنو انا سان اعرف عالم انا والله يعني عده خير من الله ويستلمون راتب رعايه ما محتاجه زين انا سان قاعد انا من 2016 مقدم على الرعايه احتاجها انا زارع كله ومريض يعني انا الي يعني انا اول عالم بالقائمه وقدمت وطلع لي الباحث وراجعت اروح عليه ماكو اسمي الباحث بالله ايش قال لك موافق علي حتى تقارير عندي كامله يا رجال يعني انا لازم 100% مستحق يدع الشوم مستحق يا عمي مستحق والله العظيم وصاحب عائله والله قاعد ايجار ب 300 ودواء نوبات ما يعطوني اياه بالمستشفى مال مزمنه راح نشتري من برا يعني ايش والله تشتري والله غالي عمي والله غالي يعني تدري هسه اكو حبوب ناخذها بالشريط ب 25 السانديميون السانديميون ناخذ 50 نوبات ذاك اليوم اخذنا 150 حتى العراق ظل يحفظ العلاج على شمبر والله اشتغل على شمبر هنا وصعب عائله يعني لو طلع يوم ولا ما طلع هاي كلها هنا خطيه هنا ناس فقرة هنا عالم والله تعبانه يعني قوه طلع الالف جيجار ما يطلعون جيجار والله حتى اللي قام يجدون اكو عالم خطيه يعني شغله تعبانه عامل عالم والله العظيم فعلا نشوف احنا وزير الشؤون الاجتماعيه رحمه على يعني خلينا نضرب حالنا احنا يعني شنو احنا يعني يصير ما يصير يعني احنا اهم من احنا ناس دعوه هم دعوه للاخوه اللي موجودين قنوات هوايه هسه كلها يدري هناي العمل والشؤون كل ما يجون يضحكون يقولون ها اجى حيروح يناشد يعني القنوات كلها ناشد وماكو يعني ماكو نتيجه يعني دعوه من اهالي المنطقه انه على الاقل السيد الوزير يعني تجول منا اطلع بهذا الشارع ورجع باستدير شوف الناس اللي بالمنطقة هاي تستحق لو ما تستحق وخلاص شون؟ السلام عليكم أنا قدمت معاملة للرعاية أوصل صوتي من خلالكم أنتم طيبين إن شاء الله من خلال قناة رشيد خالي ربك واجهت الوزير السابق مع الرعاية انطيت المعاملة مالتي همش على المعاملة مالتي مو يقولوا لي معاملتك ضاعت زين شو سوي بيجي حالة أني يقولوا لي قدم معاملة جديدة زين هذا الوزير الجديد شلون يعني زين شلون بهالحاله واني مستحق راتب زوجتي مريضه واني متعب صحيا زين شو اسوي بهيك حاله استاذ سادة الله يبارك فيك اثنين انت الوزير من التقيت به وقع على ورق معامله اخذها مالتي يقولوا لي راجع الرعايه يقولوا لي المعامله مالتك ضاعت اعطيني اسم الرعايه جاسم صبيح عبد حسن جاسم صبيح عبد حسن اخذ تليفونك ونتواصل عنه. الله يبارك بك ان شاء الله شلونك عم الله يسلمك عم شلونك شلون الصحه الله يحفظك الله يبارك انا عندي مناشده للسيد وزير الدفاع انا مقاتل بالحشد الشعبي من يوم الفتوى لحد هاي الساعه ما مستلم الراتب كل الاحزاب استلمت المقاومه وغير المقاومه ذولا كلهم طوم وقرر البرلمان قرر مليون وربع حاله حال كل جندي عراقي ولحد الان احنا حوالي 6000 واحد
يسمونه حشد الدفاع، لحد الان ما استلمنا درهم. وانا هسه لحد الان انا عايش على خلف الله على الجنود اللي باللواء موجود عندي، من يستلمون راتب هذا يعطي 5 هذا يعطي 10 هذا يعطي، مطلعين علاقه البيت. هذا مو ما يعني اقدر اعرف انا يعني المن اناشد رئيس الوزراء ما يعني ماكو يطب منا يطلع منا، وزير الدفاع ماكو كان هسه استوى استلم من وزير الدفاع هو ارد الناشد له يقولون فاتح ابوابه للناس الناس على عينه وعلى راسه الله يبارك بهم جميعا، بس ارد نعرف يعني احنا صار لنا من يوم الفتوى 22/6/2014 لحد هاي الساعه لا انا ولا كل يعني حشد الدفاع ما مستلمين فلس احمر. ليش يعني ليش الاحزاب دا يعطوهم هسه ياخذون تلزم واجبات حالي حال الناس مو لحد هاي الساعه دوم، وهذا اللي هو 59 موجود شاهد علينا وعلى فرقه السادسه زين قائد الفرقه السادسه ما معذور ما له يعني تجي اوامر هو الكتاب يصدر من ودزينا كتب لحد الان وحتى موجوده عندي نسخ من الكتب اللي دزيناها يعني ما ادري شو لا لحد الان كرد ما يعني رد نعرف بس انا اناشد هسه سيد وزير الدفاع المحترم علي شوف ينظر بقضيتنا يعني انا صاحب عائله انا من الحله مو من بغداد زين عيني يعني انا يعني حتى انا مصور تلفزيوني يعني كن تلفزيون باب موجود يعني غراض اللي اشتغل بين على باب الله عيني كل بعتين سويت كراوي راح اروح بهم راح يعني اروح بهم كراوي التحاق ونزول زين فاني اللي اترجى منكم ان توصلون صوتنا لا اكثر ولا اقل واصل صوتك الله يبارك فيك راح اعطيك تليفون وتخابرنا بالليل او العصريه حفظك الله اعطيني تليفون يا حبيبي دقيقه خلينا نسولف ويا شباب حال الشباب شوف شباب يا شباب عطالة بطالة 1000 دينار ما عاد بجيبي من الصبح للساعة تعال هذا راح لك المحفظة وين راح اسلب راح ابوك يلا اسرح ابوك هذا ابونا بالسجن وين نروح 1000 دينار ما عندي ها كفي لك العباس فاضي ها على على ام وابوك كذب عليك من الصبح دينار ما عندي ما عندي شوف دور وياك بك ها دور شوف هلا واعطيني يلا خلي اكل لفة اعطيني يلا اعطيني خلي اكل لفة وبهذا العمر ايوه ها شوف سادس علمي شنو سادس علم عمي والله العظيم ابا بلكة الله اشوف عارف هاي اللي ياكل اللف والله العظيم سادس علم يا اشكل الله نروح نسلم نروح نبوق اسح حال حال العالم شوف اباك من الصبيه لسه اروح كفي لك الله انطرد اريد ابيع كله مالتي انطرد هسه جان ما اقل بيعت كله وحاخذ اسد بغداد هسه اريد انطرد ابيع كله ما عندي يلا ما عندي وين اروح هبتي اشكل العالم اشكل الله يلا ادوار لعبي اكلات يلا ما عندي عمي اريد اعيش عائلتي ما عندي عمي قاعد اجام ما عندي 1000 دينار ما عندي ولك والله ظلم راح الخير راح عمي راح الخير يا ما عندي 1000 دينار ابيع اكلاتي كفي لك الحسين اعطيك يا طيب اخذت تسمعني استخبارات اخذت تسمعني كل شيء ما عندي طيني ما عندي طيني يلا واحد يرحم الطيني ما عندي اكل لي لفه ما عندي طبيت هنا قلت طردني قلت ما شو اسوي لك شو اسوي لك عمي زين ما زين ما عندي زين ما عندي وصل مرحله ما عندي وين اروح وين اروح استاذ قل لي وين اروح اسلب ابو قين قل لي ما مو داربنا هذا نخاف من هذا وهي الحكومه تريد هيك هذا الشيء اجي من الكاظميه اللي هنا اجي مشي وانا بالشارع ما عندي حال الجماعه ينامون في الفندق يلا قاعد مثله ما اقول لك يا محافظه والله العظيم كركوك يلا 5 ام النف ام الخير برزاني يريده وطلباني يريده عارك واحنا الضحايا هاي حال هاي العالم ربع دينار ما عندي بس اعطوني يلا اعطيني ما عندي يلا اعطيني اسك لك ايش اسوي لك طبيت ذاك الشيء طبيت لابو الكافتير قلت له والله ما عندي هاك هويتي قلت ايش اسوي لك اخونا محافظه عزيزه محافظه بها نفطات بهذا الحال يعني قدام الناس هو علن صار الحكي يعني يسولف والله يتالم علي واحد من يسمعه اولا واصل مرحله دراسيه مقبوله اثنين شاب بعد بدايه حياته يعني والله مصيبه ايش قد مثله ايش قد اكو عندنا ما ادري مصيبه اللي واصل هيك مرحله ويسولف هالطريقه بالله الكريم يشق القلب يعني وين اكو ناس السمعه وين اكو ناس تصغيله من كركوك بغداد ويحكي طق بطق بهذه الطريقه انه بيحكي لها تواصل مرحله يعني
يخلص من حياته، واللي يسوي له شغله يبتلي على عمره ويروح بيها برجله. ما عنده شو يسوي؟ فقر، فقر لفه ما عنده، لفه فلوس لفه ما عنده. ليش هاي شكل الله اعطوني الكروه؟ طبيت لا بالكافتي لما عندي اشرب سكان شاي ما اضرب. ها مسات اضرب اكثر من هذا بعد؟ اكثر من هذا عمي مصيبه. بس دقيقه بشوفك شيء واحد يفيدك. بطاقه النازح اللي انطوكم فلوس كم مليون؟ كل شيء انطوني كل شيء. شنطوني اذا اعطوك هذه اعطوك فلوس انطوني مليون ودشروني. هاي واحد اسمعني، انا من نواب ضباط القدامى عها الصدام، خدمت ايش قد؟ خدمت 17 سنه. زين ليش انتم كنتوا ضد النظام؟ ليش والهارب بوقت النظام ما تعطونا حقوقه؟ ليش؟ وكنتوا ضد النظام؟ وتحكوا على النظام كنتوا؟ ليش؟ روح اراجع انت عندك قاعده، ليش ما عندك قرار 117؟ قرار 117 اذا مو بفلوس ما يمشي راتبك. ليش العالم استلمت حقوق انا لحد الان ما مستلم ولا دينار؟ كنت انا هارب مطلوب اعدام، كنت مستمسك هذا زته، اطلع قاعده بيانات حدود المحاربين اقول لك انت ما عندك قرار 117، ما عندك امر ديواني، ما تعطونا امر ديواني للناس هاي الضاله. ايش قد مثلك؟ ها؟ ايش قد مثلك؟ الاف. الاف مؤلف، عنده فلوس يجيب امر ديواني ويجيب قرار 117 يستلم راتب. انا رحت للموصل كل شيء ما لقيت رجعت هنا، انا وبنتي وابني، امي مدفنت انا وقعدت سكتت، لا راتب لا كل شيء لا اي شيء. اسال علي الميدان هذا كامل. بس ايش عندي؟ تاليها من القهر عندي تاليها من القهر عندي تضخم. اروح علي اقول لي دبل 20 ورقه امشي امرك، وانا 20 فلس ماكو. 20 ورقه امشي امرك. وين بيها دائره؟ كل الدول كل العراق. يعني يسوي لك شغلتك يكمل لك اياها على حسب الاصول؟ على حسب الاصول يقول لك دبل بس فلوس ماكو. ونام 17 سنه خدمه. ابو غريب زرناه 3 مرات من الهاربين بالسجن بالوحدات ضقنا الظل. ها ليش اللي كان نايم بكل صدام جلت حق بالسقط؟ والله شو ليش يعني شو كنتوا ضد الحكومه؟ شو صرتوا وياهم وكنا نهرب منهم؟ من جيتوا هسه كلها تستلم رواتب من 2003 من سقوط صدام لحد الان كل شيء ما استلمنا. راحت على واحد عمي لا تتعب ولا تروح ولا تجي. عندك فلوس عندك فلوس جيب القرار 117، ما عندك فلوس روح نام بالبيت. عندك نومه بالبيت؟ اخترت غصبا عني ما عندي فلوس اجيب له 117 ب 20 ورقه منين اجيب؟ قرار 117 منين اجيبه؟ حدد لي يا وزاره. كل الوزارات يا دائره بابا عاني من نفسي. شغلتك وين؟ يا دائره انا محارب شغلتي. شغلتي بالمحاربين. واني وبنتي هسه كلها تعرف ابني قد تبيع مي وانا عندي ضخم بالقلب. الله يسلمك. موصل ما اقدر ارجع على مستحيل. ليش؟ ماكو معيشه غادي. انا تطلع هويه واني هنا وقريتها رحت بدل هويات غادي. بس ياباني مين مطلوب اخويا؟ انا هاي كل قيادات عمليه بغداد ومزكى من منطقه مزكى و2014 انسجنت 11 ونزمت. وجيت لبغداد سويت واستلمت مالي انا اسمك مطلوب. ليش طلعت هويتي من مصر؟ 5 ورقات وانا بكر داعش هنا. بس تسكتون. عمي ظلم في ظلم في ظلم في ظلم وطغيان. هم طغيان طغيان طغيان. قاعد هنا انا بنتي وابني وابني هسه حق لا تعرفوه الجمعه يبيع هنا مي يوميه. قلت قمنا نمشي بالراتب تقاعد مالي انا 17 سنه خدمه بالجيش العراقي انا ضابط حرس جمهوري ما خليت مكان وما خليت سجن مرحوم حال الماهوب هو مات واني قضيت السجونات كل شيء ما حصلت حال الماهوب. ليش انتم جيتوا تنقذونا على اساس؟ الله يعافيك نقذت ذلك اللي كانوا اصلا ها وانتم
افتونا تاج راس تاج راس أضرب من هذا قلب الجلع قلب طقم عندي موضوع تحية طيبة تحية طيبة لقناة الرشيد ولا حضرتك مقدم البرنامج الرائع الله يخليك شريف والله بصراحة دكلفك بشغلة عندي مال أخويا ضحايا الإرهاب صار نطلبهم مال 3 سنوات متراكمات لحد الآن صار سنة نروح يقولون بعد شهرين بعد شهرين مال السنك لو الدائرة ضحايا الإرهاب والمتراكمات مال باب الشرجي من حضرتك انت ناشدهم ان يصفون يعني احنا تعبانين فد مره بينا سكر استاذ مصعب ترى على تواصل ويانا هو مدير الدائره وادز له الاسماء وسهله اسم الشهيد رعد رفعت عيني ابقى يمي ان شاء الله شلونك حبيبي؟ حبيبي موضوع عامل لقاء انت اليوم منين جاي؟ لا من بغداد حضرتك هنا اليوم شنو؟ ايش وين قضى وقتي؟ قضوا اي طبعا اي دحكي اي لا لا مو شرط بس واحد وين يقضي وقته بس اكو موضوع للخريجين مال الكليات يعني اقول مثلا هسه مثلا الاسواق مال ثلاثات سوق الشعب العامل يعني اذا يعطونا المستثمر ويشغل هاي الخريجين من بناتي ومن طلاب يعني تنس قد تفيد العالم وثانيا تصير اسواق مثلا مال ملابس مال اطفال مواد غذائيه يعني يتحسن يعني مكان هسه تكرم بيها الحيوانات هاي الاسواق اعطينا اسعده فلوس استثمار يعني مخزن واخلي الناس هاي الطلاب تشتغل بيه مكان ما يخلص كليه وقاعد بطال يعني يترحم رحمه الله شو وقت يتعين وشو وقت يعني شو وقت راح نصير هيك يعني مرات من تفوت من السوق قبل كنا كل ضيعنا تينا بسوق الثلاثاء والرشيد خلص وقتنا ونتونس نقص هاي التيارات واحد يستفاد بس هسه اذا تفتحوها تعمل العالم بها هاي الطلاب الخريجين يعني تنس قد يعني ما صور يبقى واحد قاعد يعني ما صور يعني وهي كل منطقه بها طبعا وهي حتى ما يعني هسه مثلا سوق الثلاثه ياخذ الاف وما شغل بس الخريج اخليه يستفاد هذا مكان ما انت ما تعينه اخليه هو ياخذ راتب وفايده فايده العالم وفايده نفسه يعني ليش هيك حرامات؟ ليش صار 16 سنة بعت على تهديمة مالته حرامات واحد والله هذا بلده حبيبي حبيبي الله يبارك فيك ويحفظك يا حبيبي شلونك عمي؟ أنت مساء حكيت وياي بس أنا متفضل الله يسلمك الله يكون بعونك والله الأخبار شو شاشي لك أنا عمك عمره 55 يبيع ماي زين وجاي من الناصرة يعني كركوك وبالناصرية وبالحلة وبالبصرة معوق وأبيع ماي بهذا التقاطع شوفه مال مدينة الطب بعد شوية شوفني الظهر ب12 شوفني بالشمس اي نعم بالشمس نعم بالشمس واقف منا لحين ما تصير الساعة 8 بالليل العمل شرف الحمد لله وشكرا بس المسألة وهي شنو وهي مع الاسف يعني اكو فرص عمل هواي موجوده يعني للاسف الشديد احنا اكو مساله مثيره للجدل وهي شنو؟ هاي الشركات اللي يعني قاعد يعني مع الاسف يجيبون اجنبي يشغلوا واحنا ولد البلد يقول لك العراق ما يشتغل استاذ العراق ما يشتغل ليش؟ جو الشمس اللي درجه حراره 55 شو تقول انت يعني؟ هذا ما يشتغل هذا سؤالي انا هاي واقف جو الشمس عمره اليوم انا اليوم انا بهذه المنطقه الجميله باهلها وناسها وبساطه الناس اللي موجودين الكلمات اللي طلعت والناس اللي حكت والله من ضيم القلب يعني واصله مرحله يعني فعلا كارثيه الشاب ينتحر الشاب يبوق الشاب يسرق وتحكون على الشاب الرجال الكبير لا عنده راتب لا عنده معين لا عنده علاج شو تريد يصير؟ يوقف بالشارع يبيع ماي واللي يبيع له قميص جرد عراقي 2019 انداع بالماي والكهرباء والشارع مأساة العراقيين نتمنى تخلص بس هي اعتقد ما تخلص اليوم انا جيت وياكم من هذه المنطقة احمد الركابي وزميلي رافقنا حيدر عماد اشوفكم باشر بغير مكان وبركت اهون من الضيم اللي شفناه